مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة نستعرض فيها حكايات المدينة وقضاياها ونعرج على مبدعيها، فأهلا ومرحبا بكم في أهل المدينة. تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة: ارتفاع سعر الدواء يثقل كاهل المواطنين في عدن، ومعهد جميل غانم الفن الذي لا يندثر، محمد هاني موهبة مبكرة بصوت صاعد. تنام عدن وتصحو مثقلة بالهموم، لكنها سرعان ما تجد لها طريقا إلى الحياة. فعالية وأنشطة في جولة إخبارية سريعة. قال وزير الأوقاف والإرشاد القاضي أحمد عطية إن الوزارة تعمل جاهدة على إعادة هيكلة القطاعات التي تعرضت للعبث الممنهج من نظام صالح طيلة 33 عاما قبل أن يدمر الانقلاب ما تبقى من إمكانات الوزارة. ونوه الوزير خلال اجتماعه بإدارة مكتب الأوقاف لحج في العاصمة المؤقتة عدن إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لإجراء مسح شامل لجميع ممتلكات الوقف من أراضي وعقارات من أجل تفعيل الموارد والحفاظ عليها من العبث والسطو والوقوف أمام الصعوبات والتحديات وقضايا الأعيان الموقوفة وكافة القضايا المتعلقة بقطاع التوجيه والإرشاد. أقر اجتماع قيادة وزارة الشباب والرياضة ورؤساء فروع الاتحادات الرياضية في عدن آلية عمل الأنشطة الرياضية التي ستقام بمناسبة الذكرى 49 لعيد الاستقلال الوطني في 30 من نوفمبر الجاري، وتتضمن الآلية إقامة عدد من البطولات والكرنفالات الاستعراضية في الاحتفالات التي تتهيأ لها العاصمة المؤقتة. أقيمت صباح السبت في قاعة كلية الآداب جامعة عدن ندوة عن الدراما التلفزيونية في عدن، ناقش فيها نخبة من نجوم الدراما هموم هذا الفن في ظل الظروف الراهنة. وخرجت الندوة التي نظمها نادي عدن للإعلام المرئي بجملة من الرؤى المشخصة لواقع الدراما وتحدياتها، بالإضافة إلى عدد من التوصيات الرامية لتطوير الدراما وخلق مصدر إنتاجي نوعي ومستمر في عدن. نفذ العشرات من المدرسين المنتدبين في جامعة عدن وقفة احتجاجية أمام ديوان رئاسة الجامعة للمطالبة بتنفيذ القرار الصادر بتوظيفهم رسميا بمختلف كليات الجامعة، والتي تبلغ 23 كلية في محافظة عدن ولحج وأبين والضالع وشبوة، فيما يبلغ عدد المنتدبين حوالي 2000 منتدب يمارسون مهامهم التدريسية دون راتب منذ عدة سنوات. ما قيمة أن تنسب لوطن لا يستطيع أن يقدم لك الدواء المطلوب أو أن يعطيه لك بالقيمة المعقولة؟ بل بات الوطن كله في مرض لن يستفيق منه إلا بأكبر جرعة دوائية. يشكل ارتفاع أسعار الأدوية وعدم انضباط هذه السلعة الأساسية لأي إجراءات رقابية هما وعبئا إضافيا على كاهل المواطن المطحون بأزمات من كل صوب، ولا حيلة له سوى الانصياع مضطرا لجشع السوق الذي لا يتوقف عند سقف. في ظل انعدام الدواء في المستشفيات العامة التي باتت عاجزة عن تقديم ما هو أكثر من استشارة الطبيب. الأدوية صراحة في الصيدليات أسعارها باهظة جدا يعني، والإنسان التعبان الفقير ما يقدرش يشتري الأدوية. يعني مثلي أنا أشتري دواء الكوليسترول ب 4500 ريال، في ناس ما تقدرش تشتري، حالتهم تعبانة جدا جدا جدا. وفي المستشفيات تروح يحولك على الخاص، تدخل عيادة خاصة. مقارنة بوضع المواطن اليمني الآن في هذه الأوضاع في اليمن، طبعا ما يقدرش يشتري، أغلب أنواع الأدوية أصبحت غالية مكلفة. يعني الآن الدول اليمنية ب 17000، أغلب المواطنين اللي ذوي الدخل المحدود ما بيقدرش يشتري. الآن ارتفع إلى 30-40 ألف، ما نقدرش نوفر هذا المبلغ. الارتفاع الخيالي والمتنامي لسعر الدواء ليس ناتجا عن الوضع المتردي لما بعد الحرب، بل هو امتداد لفترة حكم النظام السابق، حيث شهد القطاع الصحي فيه فسادا مستشريا واحتكارا لهذا السوق من قبل هوامير لا يوجد عليها رقابة من ضمير أو سلطة. وضع منهار يعني، وضع سيء. أصبح الاستيراد يقول لك بالدولار، عندما تجي تشتري من الشركة يقول لك ارتفع سعره. نسبة أرباح الشركات خيالية، يعني إذا كان ربح صيدلي 20%، أعتقد أن بعض الشركات ربحها أكثر من 100%.
أشد المتضررين من ارتفاع سعر الدواء هم المصابون بالأمراض المزمنة والتي تحتاج إلى نوعية هي الأغلى في أنواع الدواء من مرضى القلب والسكر والكلى والسرطان، وجلهم من الشريحة الفقيرة العاجزة، وهو ما يزيد الطين بلة ويفاقم المأساة. غياب الدور الرقابي لمكاتب الصحة وهيئة الأدوية أتاح المجال أمام شركات الأدوية والصيدليات الخاصة ليس فقط لاستغلال رفع تسعيرة الدواء، بل لتداول الأصناف المهربة والمغشوشة ومنعدمة الفاعلية وربما الفاسدة، حتى أصبح الأمر واقعا معاشا، مآسٍ متراكمة وموتا محتمة. ماذا أدوية الضغط والسكر لم يتم توفيرها من بعض الشركات، لهذا يضطر المريض انه توفر له من اي مكان. قضيه مسؤول عني الحكومه اولا، ومسؤول عني اصحاب الذمه اللي هم الوكلاء ووكلاء الادويه وشركات ادويه. يبقى المواطن هو المتضرر الاوحد في بلد يشهد صراعا قضى على اقتصاده الهش اصلا وانهك كاهل البسطاء، وزاد معه الامر سوءا مع غياب الخدمات المجانيه لحكومه تصارع من اجل استعاده الدوله ولا تقوى على الالتفات لقضايا التنميه والخدمات الاساسيه. الدكتور عبد القادر أحمد الباكري، مدير الهيئة العليا للأدوية في العاصمة المؤقتة عدن، أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء. بداية نود أن نسألك السؤال الذي كثر في خلال الأيام الماضية ولا يزال يدور حاليا كذلك في الشارع، عن مرض الكوليرا وإلى أين وصلت حالات مرض الكوليرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا لقناة بلقيس على اهتمامها بالجانب الصحي، وهو الجانب الذي يمس حياة الناس بشكل مباشر. في هذا الجانب أولاً نحب أن نصحح المعلومة حول الكوليرا، هي إسهالات مائية حادة، وأصبحنا نتعامل مع أي إسهالات مائية حادة كأنها حالات كوليرا حتى يتم معالجة الأوضاع بشكل سريع جداً. ما تم من 5 أكتوبر إلى يوم أمس 805 حالات إسهالات مائية حادة، ما ثبت أنها أو طلع إيجابياً في الفحص هي 18 حالة فقط كوليرا. الوفيات كانت 10 حالات وفيات، وهذه كانت في بداية انتشار الإسهالات المائية الحادة، ولم تتخذ الإجراءات المناسبة في المنازل، وصلت المستشفيات أما متوفية أو في حالة صعبة جدا أدت إلى وفاتها. هذا في بداية الوضع. في بداية الوضع من يوم تقريبا 13/10 تقريبا ما في أي حالة وفاة، وكل الحالات التي دخلت المستشفيات خرجت بشكل جيد. فالوضع إلى الآن نقدر نقول بأن في تكاتف من جميع الجهات، المنظمات الدولية، الجهات الحكومية، المنظمات المجتمع المدني، الجميع، حتى وجدنا من الأهالي أيضا في تعاون كبير جدا، من ناحية بدأت النظافة، الوعي حول مجابهة هذا المرض. فالآن نبشر أنه الأمور إن شاء الله إلى الأفضل، والتعبير هو الإسهالات المائية الحادة وليست الكوليرا. نعم دكتور، وضع المستشفيات الحكومية الآن في عدن، على سبيل المثال مستشفى عدن التي لم تفتح منذ 10 سنوات تقريبا وأكثر، وكذلك هناك مستشفيات كمستشفى الصداقة التي عانت معاناة خلال الفترة الماضية القريبة، ما لو تشرح لنا الآن وضع هذه المستشفيات بشكل عام إذا كانت من ضمن اختصاصاتكم؟ طبعا المستشفيات تعرضت أثناء الحرب لضرر كبير جدا، وتوقفت بعض المستشفيات منها مستشفى الجمهورية، وبعض المؤسسات تضررت جزئيا، إنما مستشفى الصداقة كان يعمل خلال الحرب واستمر يعمل، ولكن جزء منه الذي هو مستشفى الولادة توقف طبعا أثناء الحرب نتيجة أضرار أصابت المبنى، وكان في منطقة مقاربة للعمليات الحربية ما توقف. المستشفى 22 مايو كان شغال بشكل كامل، مستشفى الجمهوري توقف أثناء الحرب. بعد الحرب تم إعادة تقييم لوضع المؤسسات الصحية والضرر الموجود فيها، وتكفلت دول التعاون بترميم وتجهيز المستشفيات والمجمعات. فمثلا مستشفى الجمهورية حصل على دعم جيد من مستشفى الملك سلمان بتجهيز 50 سرير كاملة، ومن الإمارات 200 سرير كاملة، وتم ترميمه من
قبل الهلال الأحمر الإماراتي كاملا. كذلك مستشفى الصداقة كثير من المنظمات شاركت منها الإنقاذ الدولية ومنها. دكتور، هذا فيما يتعلق بالشكل العام للمشفى والترميمات، هل هذه المستشفيات اشتكت أيام الحرب النقص حاد في الدواء، وكيف كنتم تعانون وما هي المشاكل التي تعرضتم لها أيام الحرب؟ طبعا عندما بدأت الحرب توقف المستودعات الطبية، كانت في خور مكسر وفيها بعض المخزون، فتوقف نهائيا. مستشفى الجمهورية بما فيه من مخزون ومعدات توقف أثناء الحرب، فكان على العاملين الصحيين الذي قاموا بإدارة المؤسسات الصحية أن يعملوا على إيجاد بدائل، وتم تأسيس اللجنة الشعبية الطبية لإدارة المستشفيات أثناء الحرب، ووجدنا تعاون كبير جدا من الأهالي وبالذات من البداية من العاملين الصحيين، فقدموا تبرعات مشكورين، أدت إلى أن نقوم بشراء الأدوية والمواد الضرورية لتشغيل المستشفيات. بعدها دخلت كثير من المنظمات الدولية بدعمنا بالأدوية أثناء الحرب، منها الأخوة من الكويت، الهلال الأحمر الإماراتي من يوليو قدم مساعدات جيدة في مجال الأدوية، الهلال الأحمر القطري قدم أيضا كمية من الأدوية في أثناء الحرب. نعم، اليوم دكتور هل تعاني المستشفيات من شحة في الأدوية أم أن الأدوية متوفرة بكل أنواعها؟ يعني حاليا ولا؟ حاليا نعم، حاليا الآن هذه الأيام. حاليا لا نستطيع نقول أنه معظم الأدوية متوفرة، ولكن الوضع الدوائي فيه استقرار نسبي، ولكن هناك طبعا أدوية. على ماذا تعولون أسباب عدم توفر الأدوية بشكل كافي في مستشفيات عدن؟ لأنه الموازنة العامة للدولة التي يتم من خلالها شراء الأدوية كمناقصات كاملة لها من 2014 مش موجودة أساسا، فمعتمدين فيما يصل إلى المؤسسات الصحية هي من المعونات المقدمة من المنظمات الدولية ومن دول التحالف فقط. في مسبقا هل او في وقت متقدم الان هل هناك خطط لكي تتجاوز عدن هذه المرحله ويتم توفير الدواء؟ لحد الان لا توجد موازنه، يعني اذا متى سوف نبقى على المساعدات؟ يجب ان تكون هناك خطوات جاده واسلوب معين لتوفير الدواء بشكل دائم. عندما توجد اموال لشراء الادويه بشكل مناقصات عامة تكفي لجميع المؤسسات الصحية سيتم حل الوضع، ولكن هذا هي مشكلة عامة وليست فقط للصحة، توفر موازنات خاصة بالمؤسسات، مؤسسات الدولة بشكل عام، فمعتمدين حاليا على المعونات المقدمة من دول التعاون الخليجي و المنظمات الدولية. نعم، على ذكر المعونات المقدمة، هناك حديث يدور من وقت إلى آخر في الشارع العدني بأنه كثير من المعونات الأدوية التي وصلت من قبل دولة الإمارات العربية لم يتم توزيعها في المستشفيات، أو على الأقل لم يتم توزيعها جميعا. الأدوية التي استلمت من الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد من الهلال الأحمر الإماراتي في يوليو، وطبعا في دفعات بعدها، ولكن تم توزيعها لكل المؤسسات الصحية العاملة في محافظة عدن، بل أن حتى وزعت وبناء على رغبة الأخوة في الهلال الأحمر الإماراتي للمؤسسات الصحية الخاصة التي عملت معنا. هناك مؤسسات صحية خاصة منها مستشفى النقيب، مستشفى الوالي، مستشفى صابر، عملت بشكل مجاني لجميع الجرحى، قدمت لهم خدمات مجانية من الترقيد والعمليات والعلاج، فجزء من هذه المواد صرفت لهذه المستشفيات تقديراً لما قاموا به من دور. وزعت لأكثر من 60 مؤسسة صحية موجودة في محافظة عدن، وأيضاً صرفت إلى محافظات اللاحق، ضالع، أبين، وصلت إلى شبوة. هذه المعونات وصلت إلى محافظة تعز ومسجل وموثق بوثائق رسمية، وبدل ما نأخذ المعلومات من الشارع بإمكانكم الذهاب إلى المستودعات الطبية، وفيها سجلات موجودة بالكميات التي دخلت وبكل ما صرف ولكل مؤسسة صحية بالحبة. نعم، نحن ذهبنا إلى المستودعات الطبية، ولكن قيل لنا أن هناك أدوية من الأدوية هذه التي صرفت تباع،
يعني لا تصرف بصوره مجانيه لانها موجوده في مستشفيات تعتبر مستشفيات خاصه وهي مشاريع استثماريه بالاساس. على حد قولكم هل هم الان لهم الحق في ان يبيعوا هذه الادويه بيعا طالما انهم قد قدموا مسبقا خدمات مجانيه؟ أنا سبق قلت لك بأن الأخوة في الهلال الأحمر الإماراتي هم من أوصوا بصرف هذه الأدوية أو جزء منها للمؤسسات الصحية التي كانت عاملة في حينها وتعمل بشكل مجاني وتقدم خدمات للمرضى بشكل مجاني كاملة، فصرف جزء منها. إذا كان سرب منها فأعتقد أنه حتى الآن لجان التفتيش الذي نزلت و حصلوا على كميات بسيطة جدا من هذه المعونات، بسيطة ونأكد عليها لا تتعدى كم باكت. كنت أنا مشرف على لجنة الرقابة والتفتيش الذي نزلت تأخذ أو تعمل تفتيش على الصيدليات، فلا نعطي للأمر ونبالغ أكثر. وحتى أن هذه الأدوية مش من المعونة الإماراتية ولكن كانت معظمها من الأدوية التي تم إنزالها بالجو، هذه معظمها لم تذهب إلى المؤسسات الصحية لأنها كانت تنزل في أماكن متفرقة ويتم استلامها من قبل أشخاص مختلفين، فهذه هي معظمها تقريبا سرب لما يكون. نعم. اليوم هل لكم أي علاقة بين مكتب الهيئة العليا في عدن والمكتب الهيئة العليا في صنعاء؟ الهيئة العليا للأدوية لا زالت تعمل ودورها هو الرقابة على الأدوية وجودتها وأصولها، وحرصنا كعامل في الهيئة أن تظل الهيئة متماسكة وأن تعمل على توفير خدمات لجميع المواطنين من حيث أن الأدوية التي تصل إلى البلد تكون بجودة عالية وأن يكون الدواء الذي نستخدمه سليم من ناحية الجودة والسلامة والأمان. هناك تسعيرات محددة للأدوية وعقوبات في حالة مثلا أن تصرف البائعين بهذه الأدوية ورفعوا أسعارها من يعني من أنفسهم من دون العودة إلى الهيئة مثلا؟ الهيئة هي تحدد أسعار مسبقة ويلتزموا بها التجار، ولكن في بعض الأحيان في ظروف تفرض مثلا قضية زيادة أو سعر الدولار بدل ما كان 214 تحول إلى 250، طبعا هذا أدى إلى فرق في أسعار الأدوية. نعم، لكن هل هذا الأمر يتم وفق خطة معينة إشراف من قبلكم؟ في على سبيل المثال أدواء البنادول مثلا اختفى فترة من الصيدليات والآن عندما عاد في الظهور مرة أخرى ارتفع سعره بشكل ملحوظ. توفر الأدوية تأثر طبعا بشكل كبير أثناء الحرب وبعد الحرب لعدة ظروف، منها الجانب الأمني ومنها أهم جانب هي قضية الاستيراد، عملية تحويل الأوراق إلى الشركات عبر البنوك واستيراد الأدوية. هذا طبعا في موضوع أثر نوعا ما على قضية استيراد الأدوية، لكن من خلال نزولنا الميداني إلى الشركات والمؤسسات نستطيع نقول أنه معظم الأدوية اللي لم تكن أكثر من 90% متوفرة في السوق، كميتها أيضا بشكل كافي وهناك مخزون في كثير من معظم الأصناف يكفي لستة أشهر في البلد، فلا يوجد ما يدعو إلى القلق الكبير، لكن طبعا نأمل أنه يتحسن الوضع وأنه تعود سوق الدواء بحيث يكون متوفر بكميات أكبر بحيث يجد المواطن خيارات أكثر من ناحية الأسعار ومن ناحية الأصناف. هذا نأمل. كيف يمكن أن يحدث هذا الأمر؟ بأن يجد المواطن خيارات أكثر وأن يتم ضبط الأدوية وأسعار الأدوية كذلك؟ عندما يعود تمويل الاستيراد الأدوية يكون في مخصصات مالية من العملة الصعبة وتدعم الأدوية طبعا بتتوفر. هل لديكم أخبار عن مثلا أن هناك أدوية مهربة داخل عدن وكيف تتعاملون في حالة وجود أدوية مهربة؟ تهريب الأدوية هو مشكلة عالمية وتقريبا في العالم سنويا يقدرون تجارة الأدوية المقلدة أو المهربة بأكثر من 90 مليار دولار عالميا، وموجود المشكلة هذه في أوروبا في أمريكا. في 96 تم مناقشة هذا الأمر داخل الكونغرس، يعني أنه مشكلة داخل حتى الولايات المتحدة الأمريكية، فجميع الدول تعاني منه وأكيد طبعا اليمن من ضمن الدول التي تعاني من هذا الأمر.
أكيد خاصة في ظل الوضع كذلك الذي هي تعيشه وضع الحرب وغيرها. ولكن ليس كما يشاع. فمن خلال دراسة بسيطة تم عملها وجدنا أنه لا يزيد عن 10% ما هو مستورد بطريقة غير صحيحة في الفترة الأخيرة هذه، ونتيجة الرقابة الشديدة الموجودة على المنافذ الرسمية وفي البحار الموجودة قل بشكل كبير جدا. هناك رقابة من دول التحالف على أي زوارق أو بواخر تدخل إلى اليمن، هذا أدى إلى تقليل مسألة الأدوية المهربة بشكل كبير جدا جدا، ولكن هي ستظل مشكلة ولكن ليست كما صور له. دكتور، ما رأيكم بالوضع الصحي بشكل عام اليوم في العاصمة المؤقتة عدن؟ لو قارناه بسنة قبل سنة والآن، نعتبر اللي احنا وصلنا إلى إنجاز غير عادي. كثير من المؤسسات الصحية عادت للعمل ومستوى جيد، بل يمكن أفضل ما كانت قبل الحرب، فهذا طبعا يعتبر إنجاز كبير جدا. وبإمكانكم طبعا النزول للمؤسسات الصحية، وبدل ما تسمعوا من الخارج تسألون كم دخل المؤسسة الصحية وقارنوها قبل سنة أو قبل سنتين، كم دخل المؤسسة الصحية، كم تعالج، فهذه هي المؤشرات الحقيقية للنشاط. كم عالجت وكم دخلوا مرضى، وكم إذا كان وفيات، وكم إذا كان في عمليات جراحية من ونوعية العمليات الجراحية، طبعا هذا هو المؤشر الحقيقي. فممكن تزوروا المؤسسات الصحية ويعطوكم أرقام وتقارنوها بالسابق، ففي تحسن. الدكتور عبد القادر أحمد الباكري، مدير الهيئة العليا للأدوية في العاصمة المؤقتة عدن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. شكرا لكم مرة أخرى على اهتمامكم بالجانب الصحي، وهذا طبعا دليل اهتمامكم بصحة المواطن، وشكرا جزيلا لكم مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، الوضع الصحي في عدن لا زال في الإنعاش محتضرا، ينتظر حبة الدواء الذي ستعيده إلى الحياة. الفن هو القلب النابض لكل أمة، وإن وطنا من دون فن هو جسد بلا روح. معهد جميل غانم أصالة وتاريخ، حكايتنا في هذه الحلقة. الوصل وزمان الأندلس، تسمع رنين الحنين إليها في معهد جميل غانم بأصوات يتجاوز صداها القاعات المغلقة، فتأخذ السامعين مقاماتها في رحلة إلى الماضي البعيد، حيث ازدهرت حضارة قديمة دامت زهاء 800 قرن من الزمان. مدى يتسنى أمان 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 سبعينيات القرن الماضي، تأسست عتبات معهد فني في عدن ليطل على العالم بنافذة جديدة ترسم ملامح الوجه الثقافي للمدينة الرائدة في الفن والأدب والشعر وشتى المجالات آنذاك، فكانت مهوى أفئدة السياح والباحثين في وطن يمازجهم الثقافة والغناء. ويعد معهد جميل غانم أول معهد لتعليم الموسيقى على مستوى اليمن والخليج بعد الكويت، إذ تأسس عام 1973 بنظام الدراسات الحرة، وفي عام 1979 بدأت الدراسة المنتظمة في أقسامه الثلاثة: الموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية. معهد الفنون نواته كان أحمد قاسم عندما عاد من القاهرة وأراد محو أمية بعض الموسيقيين الذين يعزفون دون دراية أكاديمية، كانت الانطلاقة النواة. وتأسيس معهد الفنون جاء في 73 على يد الأستاذ جميل غانم الله يرحمه، والذي صار المعهد باسمه كاعتراف للدولة بقرار الدولة في ذلك الوقت بتأسيس معهد الفنون الجميلة الذي كان للدراسات الحرة المسائية ابتداء من الموسيقى. في عام 76 عاد أحمد الشميري من القاهرة أيضا برفقة
زميل الفنان القدير الموسيقار أستاذنا جميعا أستاذ أحمد صالح بن غودل، وكان إدارة المعهد وليت للأستاذ أحمد صالح بن غودل في ذلك الفترة، وافتتاح دراسة المسائية إلى جانب الموسيقى قسم المسرح، إضافة إلى الفن التشكيلي الذي كان منذ 73 أيضا في فترة الأستاذ جميل غانم. جميل غانم في ذلك اللحظة لما عين أستاذ أحمد صالح بن غودل كان استدعي كخبير من قبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب الأيادي البيضاء زايد بن سلطان، فغادر كخبير للإمارات. تصور عدن ماذا كان تقدم لأشقائنا في دول الخليج، انطلاق خبراء كنا نقدم، الذي للأسف الآن نفتقد لكثير من هؤلاء الناس. وضاعت هدر يا ريت انا ما عرفته ولا جمعنا القدر، ايام عمري ما راحت وضاعت هدر يا ريت انا ما عرفته ولا جمعنا القدر، حبيت ولكن رماني زاد عدوتي كبر، حبيت ولكن رماني زاد عدوتي كبر، وهو ماله ماله لحبي تنكر. ظل معهد جميل غانم للفنون الجميلة قبلة لعشاق الفن ومحترفيه بشتى أقسامه الفنية، ليسجل المعهد حضوره القوي في المنطقة العربية بعد جمهورية مصر، ومنه انطلق خيال مرتاديه ليحلق في فضاء الإبداع بلا انقطاع. كبار الفنانين والمبدعين في الساحة المحلية احتضن بداياتهم الأولى معهد جميل غانم للفنون الجميلة، ومن بين أقسامه وأبجدياته أثروا التراث الوطني وسجلوا أروع الصور الجمالية لبلد طالما ارتبط بالفن والمعنى الجميل. وآلاته الموسيقية المتعددة الأصناف ترنم بها المطربون صاغوها ألحانا عميقة الوجدان، فمن أحمد بن أحمد قاسم ومحمد عبد زيدي وأنور مبارك ونجيب سعيد ثابت إلى عازفي الكمان نديم عوض وكمال شوذري وعدد من طاقم فرقة الإنشاد الوطني. في 76 عندما الشميري عاد تأسيس قسم المسرح فتحت دراسات مسائية، وفي هذه الدراسات المسائية بجانب الموسيقى والفن التشكيلي تخرجوا كبار الفنانين المعروفين الآن في الساحة، ومنهم على سبيل المثال في قسم من المطربين الأستاذ نجيب سعيد ثابت، الأستاذ كمال شوذري عازف الكمان، الأستاذ نديم عوض، العازفين الموسيقيين الفرقة الوطنية اللي عرفت بها عدن. بالمسرح نجوم كبار على رأسهم الأستاذ أحمد عبد الله حسين، أستاذ قاسم عمر، أستاذ منصور أغبري، ذكر أحمد علي، وإلى أخ من الكوادم، يعني مع الاعتذار عدم ذكر الأسماء. النجوم معروفة، كل نجوم عدن فيما بعد نجوم اليمن، وبعضهم وصلوا إلى العربية على مستوى الخليج،
نقوم خريجين هذا المعهد. تشكلت تلك الأيقونة الفنية مع كوادر المسرح في منعطف جديد لمعهد جميل غانم الذي أصبح معهداً أكاديمياً وإنتاجياً رسم مساره الرئيسان سالم ربيع علي وعلي ناصر محمد بإعلان المعهد رسمياً للدراسة النظامية بمنهج الثانوية العامة والتركيز على التخصصات الفنية، فكانت مخرجاته الفنية غزيرة العطاء حتى وقت قريب قبل أن يتعرض للتهميش والإهمال. في عام 80 الخطوة الجميلة التي عملتها الدولة بقيادة، لازم نذكر هذا للتاريخ، بقيادة الرئيس علي ناصر محمد عندما اعتمد معهد الفنون كدراسة ثانوية تخصصية فنية إلى جانب معهد الأسماك، معهد الإنشاءات، معهد المهني. كان معهد الفنون الجميلة كان كأول دراسة في 79-80 قسم الموسيقى دراسة نظامية صباحية، وتخرج منها كثير من الأساتذة العازفين الآن، ومن ضمنهم الأستاذ عدنان الذي الآن يدرس آلة التشيلو وكان معكم اللقاء معه، من ضمنهم الأستاذ سهل بن إسحاق الذي كان مدير المعهد قبلي الله يعطيه الصحة والعافية، هو الآن مريض، من ضمنهم الأستاذ عبد الله الزحيري عازف كمان، من ضمنهم كثير، خالد برغوش نجم من نجوم الموسيقى العازفين الجمال في عدن. مدينة فريدة تلاقحت بين أحيائها اللهجات واللغات، وبين حواريها وأزقتها ذابت الفوارق والألوان والأجناس، فكانت أول مدينة عربية عرفت المسرح في العام 1905، ومن يومها والفن في عدن يخط مساره نحو التميز. الفن يشكل جزءاً مهماً من حضارة البشرية، وهو يحفظ التراث ويحوطه، وبإهمالنا له نكون قد حكمنا على تراثنا بالضياع والفناء. تميز بالصوت الجميل منذ صغره ومن موهبة مبكرة إلى قرار الاحتراف، إنه الفنان الصاعد محمد هاني، وجه المدينة لهذه الحلقة. فنان واعد ظهرت موهبته مبكرا ولفت أنظار من حوله، شارك في العديد من الأنشطة بصوته الجميل وحصد الكثير من المعجبين والمحبين لصوته. بدايتي جت في مدرسة، وبعدين شاركت في حفل في التربية والتعليم، شاركت ودخلت لأول مرة وغنيت وعقبهم والحمد لله توفقت، وشاركت بعدها برنامج موهب على الطريق ووصلت للمركز الثالث والحمد لله توفقت، وشاركت برضه ببرنامج نجمة السعيدة، استفدت يعني منه كثير من الفنانين الكبار من لجنة التحكيم، استفدت يعني أكثر وأكثر.
ولأن الموهبة كالبذرة لن تنمو سوى بالاهتمام والرعاية، لقي محمد هاني الكثير من الدعم من الأهل والأصدقاء الذين آمنوا بموهبته وساندوه، ما دفعه إلى المضي قدما في الغناء. ما شاء الله عليك. متأثرا ببعض الفنانين الكبار في اليمن والوطن العربي، حاول محمد هاني أن يطور في أدائه ويحترف لونا من ألوان الغناء العدني ويكرس له جهده بشكل أساسي. أبو معي من الأهل، خالي عازف بيز، طبعا هو وقف معي وكان يشجعنا، والأهل برضو كانوا يشجعونا، والأصدقاء الفنانين برضو ما قصروا، والناس كثير معجبين فيه. حصلت على نسبة يعني كبيرة من المشاهدين من اليوتيوب، وحصلت معجبين من فيسبوك. فديتك أيام حمل السلاح، رفعت به عاليا رايتي. أنشودت بلاد المجد من أول أعمال محمد هاني، وفيها تتجلى موهبته التي تبشر بفنان قادم بقوة إلى سماء الطرب اليمني ليصنع أسلوبه الخاص وبصمته المتفردة. أنا بدأت أشارك من برنامج مواهب على الطريق، والحمد لله توفقت. عمري 12 سنة، شاركت ببرنامج مواهب على الطريق والحمد لله توفقت فيه. يحلم محمد هاني أن يصل صوته إلى أقصى مدى في اليمن وخارجه، ويرى أن الفن والفنانين يعانون من الإهمال في اليمن، حيث لا توجد برامج تتبناهم ولا جهة رسمية تدعمهم. البعض يشتي يعمل حاجات بس مش قادر يخرجها في هذه البلاد، بالضعف المادي. برامج مثلا الخارجية اللي هي برنامج مثل عرب آيدول، مثل يعني هذه برنامج قوية ويعني يستحق، وأكثر فنانين في عدن يعني يستحقوا يخرجوا خارج الوطن هذا برضو عشان يحصلوا دعم أكثر برا، لأنه في فنانين مهضومين كثير بالذات في داخل عدن، أصوات جميلة فعلا. لا يزال الطريق طويلا أمام محمد هاني كفنان يمتلك صوتا واعدا بالكثير من الإبداع والإبهار، وسيظل السؤال الدائم معلقا، هل يمكن أن يحصل المبدع على بعض الدعم والتشجيع للوصول، أم عليه أن يكابد منفردا؟ مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا، ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير، وإلى اللقاء.